في تفاصيل كتير ساعات مش بناخد بالنا منها، بس الحقيقة بيكون ليها معاني كبيرة قوي. يعني وانت نازل جارتك اللي بتقعد تدعي لك عمال على بطال، واللي بيكلكس لك عشان عجلة عربيتك مريحة، ولو انت تايه بتلاقي اللي بيقف معاك لحد ما توصل حتى لو انت مأخره. مواقف كتير بتلخص جدعنة المصريين في يومهم، والخير اللي بقى جينات متأصلة فينا. الخير ده الناس بتعمله بدون مقابل، يمكن عشان هم أكتر ناس محتاجينه، عشان هو الخير كده له أشكال وأنواع كتير، وده اللي موجود هنا وهنشوفه في الشارع. يلا بينا. أكتر موقف حصل مع حضرتك وقلت بعدها الناس لسه فيها خير؟ والله بالنسبة للمصريين عندهم استعداد دائم لعمل الخير، مش عشان شهر رمضان أو أي وقت من الأوقات، ده عندهم استعداد طبيعي لعمل الخير. يعني كنا أنا وأصحابي من فترة، كان في ست كبيرة عندنا في المنطقة، الست دي تعبت فوديناها المستشفى، كانت محتاجة مبلغ، فطبعا أصحابي كلهم كل اللي قدر إن هو يساعد بحاجة ساعد طبعا، والست خرجت من المستشفى والحمد لله بخير. مثلا في مدرستنا بكل رمضان بنحضر شنط وبنوزعها للناس اللي محتاجين. لو انا مثلا بسال على مواصله في مكان معين وانا تايهه ومش عارفه، بتلاقي ناس كتير بتساعدك، ما بيبصش بقى انت كبنت او كولد زي ما بتقول. انا سوري عايش هنا بمصر بقالي 8 سنين، اكيد بتحصل معانا مواقف كتير، بس ما بنلاقيش من المصريين غير ان هم بيحتضنونا، يعني بيعملونا زي اهل، يعني زي الاهل. والله فعلا عمل الخير دي حاجه متاصله في المصريين، سبحان الله. حتى الناس اللي احنا ممكن نشكي منهم او نقول الناس مش كويسين او اخلاقهم مش مظبوطه، في مواقف بتبان الشهامه المصريه سبحان، يعني من غير ما يتفقوا مع بعض تلاقيهم بقوا ايد واحده. وانا جاي بالطريق يعني حصل معايا كده مشكله، فتعبت عييت يعني، فوالله يعني قم كذا حد شاب مصري كده ساعدوني وخدوني معاهم واستضافوني، حتى يعني حتى عزموني على البيت عندهم استضافوني، وكانت يعني كانت لفته جميله قوي منهم. انا واصحابي من صغرنا متعودين على الخير، سمعناه من ناس كبيره، احنا فينا الخير يعني كبير صغير فينا الحمد لله. حبهم لبلدهم دايما بيظهر في المواقف الشديده والمواقف الصعبه، تبص تلاقي فيه تكاتف وتلاقي فيه تراحم بين المصريين وبعضهم. لو قلت لك ان المصري هيفضل بخير، ايه اول حاجه هتيجي في دماغك؟ ان هو يساعد المحتاج، ومش محتاج حتى لو حد صديقه او قريبه يديله يساعده، يعني متفاهم معاه وكده. كانوا جايبين على السوشيال ميديا بعض الشباب فاتحين مساجد وبينظفوها بنفسهم، بيكنسوا المسجد وبيمسحوه وبينظفوه من غير اي مقابل، من غير ما حد يطلب منهم ده. وزي ما شفنا في الشارع حكايات كتير من اشخاص باعمار وثقافات مختلفه، حتى فيهم اللي مش مصري، بس كلهم اجمعوا ان طول ما احنا بنساعد بعض المصري هيفضل بخير.